استاذ عصام اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ هاني، مساء الفل، ازاي حضرتك؟ اهلا كله كويس؟ وسهلا. الحمد لله الحمد كله لله. تمام. بيان واضح بقرارات عديده اصدرها نادي الزمالك من شويه، اهمها الغاء التفاوض مع نادي سانت اتيان بخصوص مصطفى محمد، الى جانب مقاضاه التصريحات او الكشف عن حقيقه التصريحات للحفاظ على حقوق الزمالك. هل من تفاصيل او كواليس وراء اتخاذ القرارات دي؟ هو انا استودع السؤال، ان كان قرار قوي، موقف شجاع بجد. انت عارف انت بتتكلم في ارقام كبيره، انت الصفقه بتوقفها بعد ما قطعت شوط كبير، وكان على وشك ان تكتمل. يعني كان في بعض الرطوش الاخيره، بعض التفاصيل الصغيره، لكن التصريحات اللي ادلى بقى امس الرئيس نادي سفيان، اعتقد ان هي قلبت الطاوله تماما واوقفت هذه المفاوضات. وكان طبيعي جدا ان اداره نادي الزمالك اللي بتقود النادي حاليا تاخد مثل هذا الموقف الشجاع، لان في النهايه سمعه نادي، كرامه نادي. بس لما الراجل يطلع ويقول، او يقول، كان انا بتصور ان كان نوع من الابتزاز. انت عارف انه في الاخر بيقول لك لو الصفقه دي ما تمتش انا اقول مين اللي طلبه الكوميشن، يعني حاجه كده. طب خلاص، كان الرد الفعل الطبيعي والمنطقي، طب خلاص ما فيش صفقه، وقول بقى اللي عندك عشان نعرف اللي ايه بالظبط مدى حقيقه الكلام اللي انت بتهدد بيه، يعني باختصار شديد. لان الاداره الحاليه، لو انت ملاحظ برضه يا استاذ، يعني ناس مستشارين على اعلى مستوى، ناس يعني انت عارف منتهى النزاهه والشفافيه اللي ممكن تتخيلها. فلما يطلع هذا الكلام، وانا شخصيا قريب من المطبخ زي ما بتقول، مفيش مفاوضات بتتم مع اي لاعب الا بوجود مثلا مش اقل من 8 اشخاص. تمام. حاجه كده، مش حاجه اسمها في كافيه بره وفي يعني مش عارف ايه بره والكلام خالص. انت عارف المساله كده، كل الناس ممثله. بمعنى تلاقي المستشارين موجودين، والمكتب التنفيذي موجود، والناس بتوع الكره موجودين، يعني مساله على عينك يا تاجر زي ما بنقول، يعني عارف مفيش فيها اي لبس ممكن تتخيله يعني. تمام. لكن ده ما يمنعش انه في قصص معروفه، مش بتكلم عن نادي الزمالك، قصص معروفه عموما على في مجال الكوره، بيكون فيها سمسره وناس بتقول للاعيب مش هيوديك، مش هتروح النادي ده الا من خلالي وكده. فده اللي مخلي الناس تبقى كانت اتخضت امبارح يعني. لا بيحصل، بس احنا بنعيش حاله مختلفه بجد. أيوة. انا بقول لك، انا ده هي دي التركيبه اللي بتتم من خلال المفاوضات على الطاوله. لا، كل هذا العدد من البشر والناس حريصه قوي على التركيبه دي، عشان تبقى منتهى الشفافيه ومنتهى النزاهه. ما حدش ابدا يقول الكلام اللي حضرتك بتقوله ده في حالات اخرى، يعني عشان ده مش موجود خالص. على ارض الواقع مش موجود خالص. المساله منتشره في، عشان كده كان رد فعل قوي، لان في يعني ظلم شديد، في افتراء شديد، في نوع من الابتزاز. بقول لك عشان زي ما اكون بقول لك انت لو ما خلصتش ديت انا اقول لا، قول انت عايز تقول كده. طب مش ماشيه، ده منتهى، انت عارف سك براءه يعني. انت لما تاخد هذا الموقف، ان انا بقول في الاخر طب انا خلاص، طب ما فيش صفقه، قول بقى اللي عندك. طيب، ولو ما قلتش اللي عندك ارفع عليك قضيه. هترفع قضيه ازاي؟ لا، ما هو لازم المساله تبقى انت عارف هتدخل في ابعاد قانونيه كبيره. انا في الاخر في دلوقتي، يا اما تكشف حقيقه اللي انت بتقوله ده وبالادله، ايوه، يا اما انت لا، انت بتشوه صوره نادي، يعني ما ينفعش خالص. تمام. وبعدين الكلام مش قضيه ان حتى لو واحد بس من هذا النادي، لا، يا سمعه نادي باكمله. لان في الاخر الناس لما تبقى واخده هذا السيستم وهذا الاتجاه، فان في الاخر وتيجي تقول هذا الكلام، تمام، ده كل المخاطبات بقى، دي معلومه ليك انت، كل أيوة. المخاطبات رسميه وعبر الايميل، مفيش فيها ابدا الكلام اللي انت متخيله. ايه؟ لا، مفاوضات كده على جنب، مش أيوة. خلاص الكلام ده، مفيش واتساب مسجز يعني ما بين هنا وهنا، كله موثق. انت عارف مفيش حاجه اسمها كده ايه، لا، مفاوضات وديه، مفيش حاجه جنب الكلام. طيب، خلاص. قلت في بدايه كلامك يا استاذ عصام انه القصه كانت قربت تنتهي بانتقال مصطفى الى فرنسا، كانت وصلت لفين يعني؟ وقت باغلاق الصفقه النهارده لحد بقى قرار الاغلاق ده، كانت القصه واصله لحد فين؟ ان بس الخلاف على تفاصيل صغيره يعني. الاتفاق اولا على 5 مليون دولار ده، اوكي، كان خلاص مفيش خلاف. تمام. عليه، بس الخلاف على ان احنا عايزين كاش. أيوه. كاش ليه بقى؟ لان انا من حق استفيد من الفلوس دي اجيب لاعب او اثنين في الانتقالات الشتويه. تمام. مش قضيه انك تديني 2 او 3 مليون دلوقتي وبعد والباقي بعد سنه. مش حتى خلال سنه، بعد سنه. لما انت عطلتني يعني، انت عارف في الاخر انت كده عطلتني. مفهوم. والجميل في الامر ان مصطفى محمد متفاهم. يا سلام، ده كان سؤالي اللي جاي مهم جدا، الناس تعرف مصطفى محمد ايه موقفه، لانه هل القرار اتخذ بعد ما اتقال لمصطفى احنا هنعمل كده، وهل مصطفى محمد تفهم ده، لان الناس مستنيه ايه اللي هيحصل من بكره مثلا. هو انت عارف كانت تجربه، هي برغم ان طبعا تجربه كبيره توقفت فجاه، لكن ايوه، في نهايه المطاف مصطفى متعامل مع الموقف ان ابني من ابناء هذا النادي، واي اساءة للنادي واساءة ليه شخصية. ايوه. ولا يمكن فعلا ينتقل لنادي اساء لناديه في يوم من الايام، وحطه في هذا الموقف اللي اضطروا فعلا في النهاية ان يوقف. ده اللي عمله مصطفى ولا اللي بتتمناه؟
لا اللي عمله مصطفى بالمناسبه يعني. عمل ايه مصطفى؟ نعملوش. فعليا فعليا لا النهارده حتى الكل بيتكلم عن الرساله اللي بعتها لاداره النادي وبيقول لهم فلا انا في ظهري. الكل بيتكلم ولا هي حصلت يعني هي لا معروفه لا معروفه حصل بعت رساله لاداره الزمالك بيقول لهم فيها انا موافق في ظهركم ومش هلعب في نادي بيسيء لنادي باختصار يعني. تمام ده 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 جميل يعني معناه ان برضو كلنا مستشعرين المسؤوليه وكلنا حاسين بقيمه المكان. ايوه وكلنا مطالبين بان ندافع عن هذا المكان بكل ما اوتينا من قوه يعني. والنهارده مصطفى اتمرن مع الفرقه وبالتالي يعني لو حطينا التمرين الى جانب كلام حضرتك بالرساله اللي بعتها ده معناها انه الفتره اللي جايه ممكن نشوف مصطفى بيلعب مع الزمالك عادي. وارد وارد جدا وبعدين برضو ان في النهايه مصطفى قيمه كبيره بالنسبه لناديه مصطفى ناديه مقتنع جدا من حقه يحترف لكن الطرفين الميزه في التجربه يا استاذ هاني ان الطرفين سواء النادي او مصطفى مقتنعين تماما بان العرض يجب ان يليق بحجم نادي الزمالك وقيمه مصطفى بنفسه. تمام طيب في سياق اخر والحديث عن مصطفى لكن مصطفى اخر مصطفى فتحي هل هو قريب من البنك الاهلي زي ما قالت بعض التقارير هو وكريم بامبو؟ اكيد اكيد في طبعا مفاوضات وفي المساله قريبه ويعني برضه لان مصطفى فتحي قيمه كبيره لاعب من اميز اللاعبين اللي وامرهم على صعيد الكره المصريه كلها لكن هو مش واخد فرصه بالتاكيد خلال هذه الفتره فجميل انك تعيره وان ياخد فرصه تؤرجله في الملعب وان شاء الله يرجع للزمالك برضه في نهايه المطاف اقوى من مكان يعني. القصه هتعلن رسميا او هتتم رسميا امتى؟ خلال الفترة القليلة المقبلة. كريم ومصطفى كريم بامبو كمان نفس الاثنين كريم بامبو بالظبط نفس الشيء. هل من اعارات محتملة تانية للاعبين لاندية في الدوري المصري؟ والله وارد لكن انت عارف اللي بشكل اساسي لا الاثنين بشكل اساسي يعني انت عارف كريم بامبو ومصطفى بالتاكيد. طيب بالنسبة لأسامة جلال هل اقتربت الصفقة من ان تتم؟ اقتربت برضه لان برضه في رغبة من الطرفين باختصار شديد يعني انت عارف ان برضه ان اسامه برضه لا عنده رغبه شديده واعلن اكثر من مره ان يتمنى ان يلعب للزمالك وده شيء جميل ان احنا عايزين برضه اللاعب اللي يجي للزمالك بيحب المكان جاي وهو محب مش قضيه مجرد عرض معروض عليه ده مهم قوي استاذ عصام في نفس الوقت ان الزمالك شايف انه يبقى مكسب برضه اضافه قويه شكرا جدا على وجودك معايا وعلى توضيحاتك وعلى صدرك الرحب كالعاده لتلقي الاسئله الاستاذ عصام سالم الناقد الرياضي ورئيس المنظومه الاعلاميه في القلعه البيضاء عايز افتكر